واخد البقسماط ده كده واقف هنا مع اساتذه المصورين اشتغل اخبار الدنيا ايه زي الفل. وهنا ونجيب الموز الحلو ده كده اللي الاولاد معترضين عليه مش عايزين ياكلوا لانه طبعا استوى كتير. اقشر الموز هنا واحطه في الخليط اللي انا عامله ده كده. سهله الفكره. انا اكلت منه واحد دلوقتي للامانه طعمه زي العسل. احنا خلصنا ولا لسه يا شباب قولوا لي عشان انا الوقت بيسرقني. طب احمره في الزيت ونجري. يلا اهو زي ما انا شغال كده. شفت بقى الفرق بيني وبينك ايه؟ انت واقفه في المطبخ وانت مملكتك المطبخ وانت ست الكل في المطبخ، لا معاكي اخراج ولا معاكي حد بيضايقك ولا يقول لك وقتك خلص ولا الجو ده. اهو هناخد الموز الحلو ده كده من قلب الخلطه دي كده. القوام ده مطلوب. بناخده كده هنا، الله اكبر، ونحطه هنا كده اهو في قلب البقسماط اهو. هينزل في الزيت دلوقتي شديد الحراره. ممكن تحطيه في رقائق ذره تقلبيه كده. الله، الموز الكريسبي الشيف المغازي عمله بطريقه سهله جدا اهو في قلب الزيت. يلا بينا في قلب الزيت، يلا بينا اهو وانا شغاله في قلب الزيت. يلا بينا. ايه الفكره الحلوه دي يا عم؟ ده الاولاد ده يعترضوا على الموز اول ما القشره بتاعته تسود خالص اهو في قلب البقسماط في قلب الزيت. بس ايه التركايه يا عم الشيف هنا علشان برضو حضراتكم بتفهموا الموضوع؟ انا عملت خليط. طبعا تقدر تحمري كميه 2 كيلو موز 3 كيلو موز ما فيش مشكله، معلقتين من النشا مع معلقه دي مع بيضه مع فانيليا مع قليل من الحليب وقلبناهم مع بعض بعد قوام كريمي كده عامل زي الكريمه اللباني. معانا رقائق من البقسماط او رقائق من الذره موجوده جاهزه، بنغلفه الاول بالخليط ده وبعد كده ينزل في البقسماط او رقائق الذره ويتحمر في قلب الزيت. تقدر تقدمي معاه عسل، تقدمي معاه شربات يا شربات، تقدمي معاه صوص فانيليا اختياري. احنا نقدمه كده سريعا مع بعض ونجري اهو. معايا صوص فراوله وانا بحبه مع الفراوله للامانه. الطبق الحلو ده كده الله، بص على الحلاوه، بص على الجمال بالله عليك اهو 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 اهو. نقلبيه بقلب جامد ما تخافيش، لا هيتكسر منك ولا التوبنج بتاعه ينزل منه اهو. اديني دقيقه واحده بس، انا عارف ان انا ايه، نقفل النار عشان عايز اقدم الموز ده بشكل حلو. بس كفايه عليه، اللهم صل على النبي. استوى يا شيف، انت اللي هتقولي مش انا، واسمعك الصوت ده اهو. كنت تسمعي الصوت ده في الموز قبل كده اهو؟ الف هنا وشفا. والله يا شيف ربنا يبارك لك، ده انا هدعي لك دعوه حلوه، ده الموز ده كان هيترمي اه، تقولي فيها كان هيترمي اه اهو. انا عايزك تدوقيه وتقولي رايك فيه، هاخده زي ما هو كده انا واخويا زيزو. عينيا حاضر. تقولي لي اصعب اللحظات ايه وايه اللي مش بتحبه لما يقول لك انهي الحلقه يا عم الشيف. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه، قدرنا نعمل الموز المقلي بافكار بسيطه وسهله. قدمنا معاه صوص فراوله انا بحبها مع الفراوله، قدمنا المطبق بمدرسه المغازي من المطبخ العربي الاصيل، بساطه سهوله مرونه. قدمنا كمان شوربه قيمتها الغذائيه عاليه جدا في ايام الشتاء، بتدي طاقه بتدي دفء. يعني رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.